بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 192. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فشريعته سبحانه عدل في أحكامها وصدق في أخبارها، فله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في موضوع الحدود وإقامتها امتدادا لحديثنا السابق عنها. فقد قال فقهاؤنا رحمهم الله إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس، هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، وما عدا ذلك فيجب فيه التعزير كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقالوا إن أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. وقالوا: من مات في حد فهو هدر، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال الإمام الموفق رحمه الله: وذلك بغير خلاف نعلمه. وقال الفقهاء رحمهم الله: ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والزنا من أعظم الجرائم، وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح، فالزنا بذات زوج، والزنا بذات محرم، والزنا بحليلة الجار من أعظم أنواعه. ولما كان الزنا من أعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق، وفيه هلاك الحرث والنسل، لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة، رتب الله عليه هذا الحد الصارم، وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت، أو جلده وتغريبه عن بلده يحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات البشرية. فلذلك نهى عنه الشارع أشد النهي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال ابن رشد: هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. انتهى كلامه. فإذا كان الزاني محصنا مكلفا رجم بالحجارة حتى يموت، رجلا كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة. وكان الرجم مذكورا في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه وبالسنة المتواترة والإجماع، فقد تجرأ الخوارج قبحهم الله ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم تبعا لأهوائهم وتخطيا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين. والمحصن الذي يجب رجمه إذا زنى هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما،
والشروط تتلخص في الآتي: أولا أن يحصل منه الوطء في القبل، ثانيا أن يكون الوطء في نكاح صحيح، ثالثا حصول الكمال في كل من الزوجين لأن يكون بالغا حرا عاقلا. وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه وكملت في حقه النعمة. ومن كملت في حقه النعمة فجنايته أفحش، فهو أحق بزيادة العقوبة. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وخفف عنه عقوبة المحصن وهي القتل، وصار إلى الجلد لما حصل له من العذر، فحقن دمه وزجر عن الزنا بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد، وهو ضرب الجلد. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه. وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وإذا كان الزاني مملوكا جلد 50 جلدة، لقوله تعالى في الإماء: إذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا فرق بين الذكر والأنثى من المماليك. والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد. والرجم وإن كان قد ذكر في القرآن فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه، ولا تغريب على الرقيق، لأن في تغريبه إضرارا بسيده، ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك. ولا يجب الحد إلا إذا خلا الوطء من الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته، أو وطئها بعقد باطل اعتقد صحته، أو في نكاح مختلف فيه، أو كان يجهل تحريم الزنا وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنا. ففي جميع هذه الأحوال لا يجب الحد. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، انتهى. وهذا من يسر هذه الشريعة، لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة. والله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.